بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Today, inshallah, with me again, Ustaz Muhammad Nur Irfan, we will continue with Surah Al-Alaq from Ayah 11 until 19, inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةِ كلا لا تطعه واسجد واقترب. Okay, alhamdulillah, we have read from ayah 11 until 19, and inshallah I will read verse by verse and you can repeat after the verse inshallah. أرأيت إن كان على الهدى 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 أو أمر بالتقوى 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 أرأيت إن كذب وتولى أرأيت إن كذب وتولى
أرأيت إن كذب وتولى أرأيت إن كذب وتولى أرأيت إن كذب وتولى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى 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 كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية 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 ناصية كاذبة خاطئة 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 فليدع ناديه فليدع ناديه فليدع ناديه فليدع ناديه فليدع ناديه فليدع ناديه سندع الزبانيه
سندعو الزبانية. سندعو الزبانية. سندعو الزبانية. سندعو الزبانية. سندعو الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. 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 The preferred way, if you encounter this sign or this symbol, you can read this ayah. سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. Okay, alhamdulillah, we have read and we have memorized the new ayah from Surah Al-Alaq from verse 11 until 19, and inshallah we will revise the Surah Al-Alaq from ayah 1 until 19 inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى. أرآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى. عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى. أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. فليدع ناديه. سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. Alhamdulillah, we have do the memorization and the revision for Surah Al-Alaq, and may Allah reward us in this Ramadan with good reward inshallah, and we will see you for the next session inshallah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.